شاهدوا المزيد من الأفلام والمسلسلات مجاناً على شوفماكس.com. سلام يا سعادة الباشا، شوية شاي بالهنا والصحة على بدر. بس يا سلام لو معاهم. بقول لك ايه، انت هتعدد ده شاي سندوتش حلاوة بالقشطة. حلو ليك يا باشا. رد. ايوه. الو، لا انا مش عباس، قصدي مش عباس باشا. مين يا سيف؟ المحامي يا باشا. هات 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 وقف. ايوه، انت فين؟ هنا على الباب؟ فورا روح هات المحامي ومعاه واحد كمان، هاتهم لي وتعالى عليه. أوامرك يا باشا. هو أنا جاي ومش عارف اللي عندي، إذا كان هيفيد في حاجة ولا هيبقى مجرد إزعاج لحضرتك، بس المتر هو اللي أمر قال لي ما ينفعش في التليفون. قول لي بالظبط إيه اللي عندك؟ أنا فعلاً قلت له ما ينفعش في التليفون لموضوع مهم جداً. فريد بيقول إن الحاج باباه الله يرحمه قال له إن الراجل ده كان جبروت. لبس مراته قضية مخدرات. فأنا كمحامي ناجح طبعاً ما سبتش تفصيلة زي دي قفشتها، قلت لا ده دي لو تتبعناها ممكن نوصل للحل. فحضرتك ممكن تكون محبوسة عند سيادتك. محبوسة عند أنا؟ اسمها إيه؟ اسمها استنى ما تقولش. اسمها مدام ليلى. مدام اسمها مدام ليلى. تفكير. أمرنا يا باشا. شوف لنا عندنا واحدة مسجونة في المخدرات كده اسمها ليلى. يوه ده احنا عندنا 30 ليلى يا باشا. رايحة فين يا مرة؟ انت مش شايفاني؟ يا ساتر هو انت؟ ده انت مش مرة، ده انت مراتزم. طيب انا جاي مخدرة. الليل السن داري. تاخدي عذر تديني الرز؟ لا خديهم بس، خديهم مش عايزة. لا خدي. كل حبيبتي سامحوني بوسع ضغطي، خدي انا قطعت جيتي قطعت. ما انا عارفاك يا ست قطعت، عارفاك كويس قوي. مالي وزوجت حدني في السجن؟ لا مليون. عارفه مين دخلك السجن؟ انت عارفه ايه اللي جابني هنا؟ اسالي نفسك، انت اللي جبتيني هنا. ما انا لو كنت شفت فلوسك ما كنتش شفت وشي هنا تاني. عيب يا اسطى دقدو، ده انت راجل ابن بلد وابن اصول، وده مكان اكل عيشي. اعمل لك ايه عواطف؟ انا كل ما اسال عليكي في البيت يقولوا لي في الشغل، استنى لغايه لما ترجعي بعد نص الليل ما بتجيش، وانا بنام بدري انت عارفه. طيب بص يا اخويا، اتكلمت على الله وانا ان شاء لا 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 لا، الموضوع ده بقى كده باين عليه عوا وهيطول، وانا مش فاضي ولا ليا خلق. كن في علم احنا لا بتوع محاكم ولا دياوي، دي ستة عايزة اللي يعيش لها. وانت كمان، انت كمان مش وش فضايح وجرس. اديك قلت اهو، لا وش فضايح ولا جرس. استر عليا الهي، يستر عرض وليان. اسمعي بقى يا ست الناس، اسمعي، احنا بقى عندنا محاكم عدية كده، قعدنا وحكمنا وخلصنا، وعقوبة ابنك مش هقدر اقولها في وشك. عارفة ليه؟ لانك مش هتستحملي، انت برضو ام، ومش هيخلصك تترحمي على ابنك ابدا وهو صغير، صح؟ خلصي. حاضر يا خوي. سليم. مالك يا بيه ما بصيتك بقى ليه؟ زعلانة منك. زعلانة مني؟ وانا ما خلصنيش يا حبيبتي. قولي ده عمال من بيتك ضرب وتتدم عشان سيحتي في موضوع عبد الله، ما كانش العشاء. عبد الله؟ بس انت ما حدفتنيش يا حبيبتي، انت حدفتيني ان انا ما اقولش لحد. انا عرفت منك على طول، رحت مبلغه بعد بالبيت كله.
ايوه مالي مرضعك. ايوه بس انا مفهماكي ومرسياكي، انا مش عايزه اجيب لهم سيره ليه؟ يعني دلوقتي بقى لو عباس بيه عارف وطردني. اخس عليكي يا عواطف، يعني لما يكون عندك اي مشكله المفروض تقولي لي انا وجده، ولا انت فاكره ان انت ما تخصناش؟ شايفه؟ شايفه انت؟ شايف العسل العسل السريعوش اللي لازم بتنام من القعده والقعده؟ وانت البصل وليه مطلعه مصل وريحه مقتله؟ ومعذرك برضه يا ستي انا مش نازل موضوع عبد الله، ما تفكرش ان انا نسياه. اسمعي بقى يا ستي، اللي احنا عاملينه عشان الزفت عبد الله ابنك. بص يا ستي الخطه كانت ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ لا عادي ما تتخضيش، ده العادي بتاعها. قطاطا قطاطا ايه الخطه؟ ايوه الخطه. بص بقى يا ستي الخطه، بص بقى الخطه. العربيه هتيجي تقع فين؟ تقع قدام باب البنك ماشي؟ ونميس وقف فوق السطح بطيارة الهليكوبتر وما وراها، وانت تروح داخله بالحزام النافس وتروح داخله مموت الناس، وناخد احنا الدهب والفلوس ونروح على جزر براي. يعني الطياره مموره وانا هخش بالحزام الناسف اموت الناس؟ ده انا اموت نفسي واخلص، وابني بقى بالطريقه دي ضايع ضايع مش كده؟ يا بنتي الكلام اللي سمعته في اوضه النوم، اسمعي الخطه بجد بقى. احنا مين عدونا الاساسي؟ دقدو. حلو قوي. بص بقى يا ستي، انا بخصوص موضوع عبد الله ده قعدت فكرت ودبرت وجربت وعرفت بقى اعمل ايه. انا عرفته عن طريق صبياني وتلامذتي بعد السجن، ان الراجل اسمه دقدق. هو ده نصاب، هو النبي نصاب اراني، وهو ده عدونا اللدود. طب عرفنا ان هو عدونا نعمل ايه برضه؟ اقول لك نعمل ايه. الحبيب ابعديه والعدو قربيه، يبقى احنا لازم ايه نقرب لينا الواد دقدق. مين عدونا؟ دقدق. مين اللي اعتدى على الدقدق بتاعنا؟ دقدق. مين اللي زنى ابنك عبد الله؟ دقدق. بس يبقى احنا لازم احنا نجيب عندنا هنا دقدق وناخد مننا حقه. خلاص؟ اسمعوا بقى الخلق. ده يا عواطف يا نصابه يا حراميه. ايه؟ هو البيت ده ما فيهوش راجل يرد عليا ولا ايه؟ دقدق حرام عليك، ده مكان اكل عيش يا دقدق. فلوسي يا عواطف اخدها النهارده. عيب يا دقدق، مفيش اصول كده برضو؟ مفيش اصول من النهارده يا عواطف. اهدى يا استاذ. فلوسي اهدى. اوه كده هيتكسر مننا حرام عليك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه اللي بيحصل هنا؟ ايه الهيصه دي؟ اكسكيوز مي، انت تطلع مين؟ انا دقدق صاحب الدقدق. طب وعايز ايه انت دقدق؟ الست دي هي وابنها نصبوا عليا، ضيعت توك توك قوتي قوت عيالي، انا مش همشي من هنا قبل ما اخد حقي. حقك؟ طب وحقك ده يطلع ايه يا اسطى؟ 40,000 جنيه. يا طلالي يا نصاب يا اونطاجي، 40,000 جنيه يا راجل؟ انت مش ممضي ابني على ايصال امانه بثمن التوك توك ب 20,000 جنيه؟ ايه ده امشي؟ ده كان زماني عواطف قبل ما تنرفز واجي هنا. ايه ده، هو انت بتتنرفز ب 20,000 جنيه؟ امال لو اتعصبت. اخرسي! مش عايزه اسمع منك ولا كلمه. انا عمري في حياتي ما كنت اتخيل ابدا انك تطلعي نصابه. زي ما دخلتي البيت ده من الشارع هتطلعيه تاني. اتفضلي حالا تلمي هدومك وتطلعي بره يا كلبه. اخرسي ولا ولا بقى، يلا بره حيوانه. منك لله يا دقدو. بره حق يا هاني. سوري يا مستر دقدو، ما تقلقش خالص، اتفضل اتفضل. حقك هتاخده عشان البنت دي نصبت عليك. عارف نصبت عليك وهي شغاله في البيت ده، ودي كارثه، لان البيت ده معروف عنده انه قلعه، قلعه الحق والمستحق. بجد مستر دودو احنا بجد متاسفين، وير فيري سوري. خلص يا هاني، عايز حقي فلوسي. اكيد حقك هتاخده. الله يرحمك يا انا. تعرف يا اسطى عمر ما كان في نصاب ممكن يهوب ناحيه البيت ده طول ما هي عايشه. طبعا هيهوب ازاي ده؟ كانت شديده قوي، كانت قاسيه، الكرباج ما كانش بيفارق ايديها. تصور حتى الخيل ما رحمتوش، كانت تفضل تنزل في ضرب ضرب، ومن كتر الكبت والقهر خرج من الاسطبل وخرج عن شعوره ودخل هنا في الهون في الحته حضرتك قاعد فيها دي بالظبط، وفضل يدوس عليها ويهرس فيها لدرجه انها لزقت في الارض. كان منظر بشع هنا بالظبط في الحته دي.
منظر بشع بشع، ومن كتر ما لزقت فضلنا نكحت في الارض، نكحت فيها كده لغايه ما دفناها في الاسطبل الور. الله يرحمك يا انا. الحقيقه الخيل ما غلطش، المهم دلوقتي هانم البرادس ولقت لك عواطف وطفينها في الاسطبل. لا لا لا، عواطف دي خلاص طردتها. حضرتك يا أسطى تحب فلوسك كاش ولا تشيك؟ كاش متينات شال حيز يعني. اوكي شور، ثواني وتكون عندك. I miss you أنا. ده اكيد صورتها بعد ما الخيل هرسها. ربنا يكحبك يا شيخه بطرح ما روحت. ايه السحنة دي؟ فوق كمان النور قطع. انا عايز امشي من هنا قدامي، عايز امشي من هنا. يا دكتور يا ابني بالثقة، يا دكتور يا ابني بالثقة، يا ابني حكالاتك متفبركة. جاي بالخير ولا بالشر؟ جاي بالخير، جاي بالخير والله، جاي بالخير، جاي بالخير. كده انا جاي بالشر، والمصحف جاي بالشر، والله جاي بالشر. ايه بس انت جاي بالشر؟ اوه اوه اوه، لا امانة كنت جاي الصبح على عواطف ابنها، انا عايز امشي بقى. مش انت اللي تقول انه طالع بقى منور؟ والله نصور، والله نصور، والله نصور. محكمة الجن هي الحلول، وهتفسر المحلول، ويا من بعرض من بعرض بيهن جماعة. مدام 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 وجيت وجيت يا مولاك يا كبير عيط. تبيت بدل بني انا عايز بدل بني، عايز على قبي بدل بيعيط يا مولاك يا كبير عيط. برافو اتاتا، شفت اللي خليته مع خايف ازاي؟ ربنا يخليك يا قطقوطة. خد يا موقوطة الوصل بتاعك اهو، هرجع يا حاجتك بقى. الحمد لله ربنا يخليك ليا وما تحرمش مني. ايه ده النور اتقطع بجد؟ قالك هم خافين مني ليه؟ اح شفت شفت انا خضيت دوله ازاي؟ دوله ده كان بيرفس بعد ما العج وعمل ودي ودي عملوا كده وكان خض. تيجي خد جدك؟ لا اقول ده بيتخض. لا حرام لحسن يحصل له حاجه، مع ان انا نفسي اشوفه وهو مخدود. ما ايوه عارفه يا قطاطه؟ ان شاء الله لما ازمتك دي تعدي على خير هتبقي معايا هنا على طول. نعم كده وانا كده ليه؟ وانا كده على طول ما بوريش حاجه؟ انا عندي حالي ومحتالي. ايه حالك ومحتالك ده؟ انا عارف يا اختي، انا سمعتهم بيقولوا كده. قطاطه هو انت اهلك فين؟ يعني ما عندكيش عم اخت اخ؟ انا اللي فاضله في العيله. يعني ما عنديش. انا الوحيد اللي فاضله في العيله، كل العيله ماتت، انا بس اللي فاضله، مش عارفه ليه. يعني ما عندكيش حد خالص يا قطاطه؟ لا عندي. طب مين؟
انت يا لموسه. يا حبيبتي يا قطوطه، انا كمان بحبك قوي والله، وبتصعبي عليا. انا مبسوطه ان كل عيلتي ماتت ومفيش حد يحكمني ولا كسر يكسرني، انا كده انا حره. انت شفت الفيلم بتاع الحره؟ شفت بتاع ابن محمد عزيز. شفت تفتكر كان في معاه مين البطل بتاع الفيلم؟ لبنى عبد العزيز؟ ايوه ايوه شفت. متفقين ساكن. طب بقول لك ايه؟ لازم يلا احكي لي بقى. احكي لك الفيلم بتاع لبنى عبد العزيز؟ لا حدوته الليمبي. الليمبي؟ لازم ياخد احكي لي. لما اختك الليمبي. انا عملتني يا دموسه. نعم. هو انت ممكن اسالك سؤال كده شخصي؟ اسالي. هو انت بتطلبين لي عندك في البيت عشان خاطر احكي حدوته ولا ليا شخصي؟ ايه ده؟ لا طبعا يا قطوطة، ازاي تقولي كده؟ عشان الحدوته طبعا. انت بدك تضحكي عليا. بس معاكي يا قطوطة، انا بحبك قوي انت وهو. انت وهو مين؟ الليمبي. اهو. ما هو الليمبو. جاي اهو جاي في ايده ونبدا عند العزيز. قول له على الكنز بقى يا عمو بقى. ما ينفعش اقول له الا واني بموت. حاضر اهو. يا حبيبي يا عمي. قول لي بقى فين الكنز؟ يا افندية يا افندية يا هضبة افندي، هريسة ابو الليف بيودع، وعلى ما اظن انه بيموت دلوقتي حالا ومعاه وريث الوحيد. وريث الوحيد مين؟ الليمبي افندي اللي كان قاعد في بيت الرئيس عبد الواحد. يلا نشلل وابوري جتا وهتت، ونبقى عرفنا وابور عبد الوهاب راي على فين. ده فضل يستلف النص ريال والخمسه بيد لغايه لما خلانا بينا اللي ورانا اللي قدامنا حتى النهاز بهنا. ايه اللي بتقوله يا هباب الطين انت؟ يعني ايه يا فندية هنترك هريسة يموت بسهولة كده من غير ما يقول لنا على مكان الكنز؟ انا عندي فكرة، احنا نروح كلنا كده بربطة هضبة فندي ونكتم على انفاسه حتى يقر ويعترف بمكان الكنز ده فين. ايه اللي بتقوله ده يا احباب الطين التراخر؟ يعني ايه نهجم عليه ونكتم على انفاسه ونقرره هو واقف قدام الحكمدار يا جاموس ابيض؟ امال هنعمل ايه دلوقتي يا هضبة فندي؟ يا اخي فزعتني يا اخي. ايه ده يا مصور؟ انا عندي الحل يا ابني. اكيد يعني هريسة فندي وهو بيموت هيبوح بالسر لوريثه الليمبي فندي. يا سلام، كلامك كشك الماز يا هضبة فندي. كلامك رائع يا هضبة فندي. اي نعم يا هضبة فندي. يبقى احنا بقى يا فندية نتلصص على هريسة ده بالراحة وهو بيموت من غير ما يشعر بينا، علشان نعرف مكان الكنز فين، وساعتها اخد الكنز لوحدي. ايه؟ قصدي يعني اخده لوحدي وارجع اقسمه عليكم. والله يا هضبة فندي كلامك كله قرع. اذا يا فندية مين اللي المفروض نراقبه لغاية ما نعرف مكان الكنز؟ الليمبي. مين اللي لو شعر بينا وحاول ما يديناش الكنز نقطه من رقبته؟ الليمبي فندي. اذا يلا بينا يا فندية. على فين؟ يعني هكون رحيم مرسح علي الكسار؟ هنروح على هريسة وهو بيبوح بمكان الكنز للليمبي. يلا بينا يا هضبة فندي. الكنز فين؟ حبيبي هو ده بتاع زمان. انزل يا معلم. الكنز هو بتاع الكنز. الباب هناك اهو. اوهو الليمبي افندي. ده اسمها هندي ولا ايه؟ اوهو مين؟ سمو السميره انشي؟ الليمبي افندي انا انشي حبيبتك. تغكني ورايح على فين؟ يا ست تغكك ايه بس ورايح فين؟ انا هطلع امشي بقى، اتدهولت في البلد عندكم. انت كل امالي. يا ست اسمعيني، لا امالي ولا حناني، انا عايز اقول لك بس انه علي انا اكرهه. يا ست السيد علي ابن الرئيس عبد الواحد يحبك من كل فؤادي. ولكني لجأت اليك لاني توسمت فيك النبل والطيبه. لا اله الا الله، ده في الكلام الاسود بقى اللي انا مش فاهمه ده. دي ردود كلام عندي انا قلته ولا انت بتتكلمي اي كلام؟ اخوكي البرنس تيوبلس لو عرف ان احنا الاثنين هنرتطم ببعض رسمي
هينفجر فينا. لمبا فندي. ايوه. انا اشعر بالوحده. طب ده رد على ايه؟ انا عايز افهم ده. ده رد على ايه؟ انا احب الهواء الطلق. والمصحف المفتاح في عينك يا انشي بقى، مش كده بقى؟ الحاله. لا بص لا. طب بص، انا هجيب لك حد بقى فعلا هيفهمك من القبيله بتاعتك. يا علي، يا سيد علي. روح يا علي، روح يا علي، دافع عن حبك لاخر مدى. لازم نجاهد في الحياه بقوه ونشاط. اذن فليكن. تعال، عايزك تهدي بقى يا انشي. اقدم لك علي. علي ده واد كفاءه وعلي حق، واكل شارب نايم انا وهو نايمين في سرير واحد مع بعض. يعني رجوله رجوله. الواد ده غويته من الاخر يعني. خش عليا، خش. انجي انا. ايوه. انجي انا. الكلمتين اللي قلت انا قلتهم له في السرير وانا معاك في السرير. قول. ها؟ لحظه. عشان 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 انا احبك. انجي انا احبك. ايوه. اعشقك. ايوه. ادوب في هواك. ولكن يا علي، من جهة ميلي إليك. ما تكمليش، أنا فهمت مقصدك. أخويا علاء هيقف حائل ما بيننا. تأكدي يا عم. استنى يا عم، أنت لا تأكدي. استنى يا عم، دي بتقول لك أخويا حامل، يعني أنت هتلبس الواد. اصحى من الأولياد. تأكدي يا هانم. أيوه. إن عيون العدالة ساهرة. الله، انا مش فاضي يا عم، انا عندي عايز اهرب. انا هروح رايح لقدر ينتظرني الان. اهو اهو يا ورني. بقولك ايه، ارمي على الواد ده اخوها الثيوبلس ده شويه مسامير تحت الرجلين فرقع. امسكوا ورا الكنز. الوداع يا لمبسندي. يا عيله وعصر كلكم تقال. تيجي دولك. يا بليله السودا وانا كنت. وانت مين يا عم؟ ميجي دولك. قابل يا عم الذنب. ميجي دولك. اتفضل. 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 العبيط ده ولا ايه؟ اتفضل. ميجي دولك. اتفضل. يا هو ده هو. كل واحد يتحرك على مكانه. الريحه دي، الناس دي واكله شرابات ولا ايه؟ ايه ده؟ انت مين؟ ايه اللبس اللي انت لابسه ده؟ ده من جاي من 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 عند الباب اللي بالباب. يلا يلا خلص علشان تخش الاختبار. يلا. اختبار ايه؟ نظر ولا سواقه؟ ايه بتقول ايه؟ يلا خش خلص البس. بالراحه شويه كده، مش خليك متورع مع الناس. التورع حلو مع الناس. ده هلبس ايه؟ دي عايز بكام فول فيها دي؟ فول؟ البس دي يا زلطه بسرعه. يا ترى بقى الراجل بتاع الفول هيعرفني ولا ايه؟ سمعت اخر الاخبار اسمه الامير؟ وهي يعني الاخبار في المحروسه بتخلص. ما كل يوم بخبر. قالوا يقول لك ايه ده خبر جديد. اصبروا شويه واسمعوا بقيه الاخبار. قول يا هضبة. الامير طربال بيجهز نفسه علشان يتغدى بيك قبل ما انت تتعشى بيه. قديمه ده كل المحروس عارفه. الله. وبعدين هو ده اخر خبر؟ ده انت اللي اخر واحد تسمعه. لكن الجديد بقى عندي، الامير طربال بيجهز رجالته وبيقابلهم في السر علشان ينتهز الفرصه في اي لحظه وينقض عليك ويتخلص منك انت ورجالتك. وانت عرفت منين اذا كنت بتقول ان هما بيتقابلوا في السر؟ انت اهبل يا ابني. ده انا هضبة الاجر على الله. انا اصلي ليا واحد حبيبي قوي من رجاله الامير طبار، وهو اللي جاب لي اخباره. اهو انت كده جبت المفيد. انا عايز اعرف كل حاجه بتتقال عني، طبعا بمساعده رجالتي وحبايبي. بس خد بالك يا سمو الامير، الامير طربال ده عامل زي التعبان. التعبان دواء قطع رقبته. واحنا خدامينك يا سمو الامير، لو عايزنا نقطع لك رقبته نقطعها لك ونسلخ لك جلده كمان. لا، سلخ جلده ده سيبوه عليا. انا اللي هسلخ جلده واكسر سمه واخليه عبره لاي حد يفكر يمس مملكه امر الدين. شرفتوا ونورتوا يا رجاله. انتوا خارجين كل واحد يخرج من طريق غير التاني. أنا عندي معاد دلوقتي في القصر،
معاد مهم جدا. اتفضل. نسيبك بخير يا سمو الامير. السلام عليكم. اهلا اهلا بالامير طربان، وانا بقول القصر منور ليه؟ ده نورك يا سلاف. انا قلت اجي لك طالما انت مش بتسال عني. انا ما اقدرش يا امير طربان، بس كل الحكايه اني مش عاوز اشغل معاليك. يا سيدي اشغلني طالما هتجيب لي اخبار الديب اللي اسمه قمر الدين. اشغلني. ده المفروض يسموه قطران زفت مش قمر الدين. ده الدين بريء من امثاله. لا المكان ولا الوقت يسمح بكلام المصطبه دي. انا عايز اخبار اخبار. انا وصلتني اخبار ان قمر الدين ده يقابل اتباعه في السر. وسمعت ايه تاني؟ ده كل اللي وصلني. هما بيتقابلوا في السر بيقولوا ايه؟ الله اعلم. طيب سرة النقود دي خليها معاك علشان تسمع كويس وتبلغنا. فاهم يا سلاف؟ فاهم. انا من اللحظه دي كل اذان صاغيه. ايوه اصحى معايا بدل ما اقطع ودنك. اوامرك يا مولاي. الامير المهاب قمر الدين. رهن اشاره حضره مرات السلطان الصالح ايوب الله يرحمه. كل اللي تأمرني مولاتي بيه انجزه في التوه واللحظه. مهما كانت خطورة الأمر يا عمر الدين. مولاتي بتشك في ولائي؟ إذن أنا أقتل نفسي حالا بالخنجر ده. رجع سلاحك، أنا عايزاك حي. واثقة فيك زي ما أنا واثقة في البلوى المسيحة اللي اسمها تربال ابن غربال. مولاتي شجرة الرز مرات حضرة السلطان الصالح أيوب الله يرحمه. الفخر كل الفخر لتربال ابن غربال أن تمنحني مولاتي لقب البلوة المسيحة. كفانا نفاق، الأمر خطير جدا ومش محتاج أي محلسة. خير يا جناب مرات السلطان الصالح أيوب الله يرحمه. هل هناك أشياء عكرت صفو جنابك؟ لويس التاسع مشي من دمياط راح على المنصورة. إيه؟ لويس التاسع اتحرك من دمياط على المنصورة؟ وانا اخر من يعلم. اذا انا مكاني مش هنا، انا مكاني في المنصوره. استنى مكانك. مولاتك شجره الرز ما امرتش حد بالانصراف. طول عمرك ارعن واهون وفاتح صدرك. اعقل اعقل، بلاش جنان. مولاتي بتتهمني بالجنون قدام اللي يسوى واللي ما يسواش. مش عايز اسمع ولا كلمه. انا عندي مشكله. خير يا مولاتي. أنا عايزة أتجوز. إيه؟ ولازم أختار واحد منكم اللي هيثبت ولاءه ليا طبعاً. واللي هختاره هيبقى سلطان البلاد وهيبقى بعلي وسندي وهيقعد جنبي على العرش. انصرفوا الآن وخليكوا حواليا هنا في القصر. يا ريت مولاتي تأذني أجهز نفسي للرحيل. أخذ بعض النضرجية وأروح عشان أستطلع جيوش لويس التاسع بنفسي. لك ما تشاء يا قمر الدين. أنت خطيبي دلوقتي والقصر قصرك. انصرفوا الآن ودعوني أناجي شجوني. وانت رقم جلوسك كام؟ هو رقم جلوسه كام ده؟ قول لي. لو قابلت حد من اعدائك وكان قاتل ناس كتير وقع في الاسر تحت زلة سيفك وقال لك ارحمني انا عندي عيال تعمل ايه؟ قول له الرحمه حلوه قوي يا سيدي. حلوه؟ امشي خدوا على تمريض. اتفضل. اللي بعده انا. روحي. قول لي. ايوه. لو قابلت حد من الاعداء في المعركه ايوه وكان قتل كتير من عشيرتك وقع في الاسر تحت زله سيفك وقال لك ارحمني انا عندي عيال ايوه هتعمل ايه؟
هغزه في عياده. تغزه؟ دغري كده روح غزه في عياده على طول وهو بيستسلح، بيستسلم بلا رحمه. تغزه؟ ايوه مصطلح جديد. حلو. طب تغزه ازاي يعني؟ يعني بتروح جايب انت الكيس لك حته كده وتروح لمؤاخذه ارفع رقبتك كده وتروح حاططها كده ويمشي بقى كده في زي السكينه في الحلاوه. حلاوه؟ ما ده شفته انا. انت قتلك بالكلمات في شيء جديد. ايوه ده وبعرف اشتم كمان واتوف كمان. امال ايه؟ طلع حاجه اي عبط ولا ايه؟ اركن على جنب. اركن على جنب ليه وانا عديت رادار ولا ايه؟ اركن على جنب. حاضر. طب بقولك ما تعرفش حد اسمه هريسة؟ على جنب. على جنب هريسة على جنب رقر؟ ليه وحرام ولا ايه؟ تلاف دخلوا للسلطانه، هو ده اللي احنا عايزينه. وانا كده نجحت؟ ايوه نجحت. والنبي نجحت؟ نجحت. طب انا هلعب تحت السن كام؟ احنا هناخدك معانا في الجيش. في الجيش؟ في طلائع الجيش؟ وده حلوه دي، واحترف بعد كده والعب في اسكو.